زون ميكست. رجع لكم من جديد في زون ميكست، متواصلين حتى للخمسة متاع شيء. نبدأ نحكيو على المواضيع متاعنا اليوم. بعد ما كان بحثنا نضيف الساعة الأولى خالد بن يحيى، نستقبله بالتليفون زياد بالعربي الناطق الرسمي باسم سوسيوس النادي الإفريقي. ظهر لي سوسيوس كالعادة متألقة والتظاهرات بالجملة قاعدة تنظم فيهم المساهمة في حساب النادي الإفريقي والمساهمة كذلك في خروج الإفريقي من الأزمة والدول الكبيرة اللي قاعد يمر بها الفريق. هكا ولا زياد؟ مرحبا بك خويا اسلام، ومرحبا بك في المستمعين. دونك كما كنت تسمع فيا زياد، هذه عندكم ايفينمون جديد تنظموا فيه باش يمشي كالعاده لدعم الحساب نتاعنا الافريقي سي سي اف تي اف ليتيش. والله صحيح خويا اسلام، كما كل مره بصفيو حابين النوع المره هذه. نشكر برشا الناس اللي قاعده اللي دفعت من غير حتى شيء، معناتها جاي كي عيطنا لهم، معناتها جاو ودفعوا كيكا. المره هذه قلنا لازم تعطيهم برودوي كمان، دونك خممنا في حفله كبيره. ان شاء الله الحفله باش تكون نهار 15 ديسمبر، حفله كبيره هنا في باريس بمشاركه فنانين، معناتها برشا فنانين. كنت حاب نسميه لك الحفله باش تكون فيها ان شاء الله وليد التونسي، ريان يوسف، بين ديرمان، كان باش يكون فيها زاد اخونا كلاي، ان شاء الله ربي يخلص واحد. وبالمناسبه نحب معناتها نعبر على تضامن سوسيوس الكل معاه، ونطلبوا بكل تربيه وبكل معناتها مزيه من مدام بيا زردي، ما هو الا عنده عائله. ان شاء الله الخلاف هذا يتنحى. ولا وعندنا زاد اخونا زاد وليد الصالحي اللي اعرف انه باش يجي ان شاء الله، وقرر ان شاء الله باش يجي زاد باش يكون في الحفله هذه ان شاء الله يخلق باذن الله. فوالا دونك نحب الساعه نوجه تحيه كبيره للفنانين هذوما اللي نحب نقول عبر الاذاعه نتاعكم، اللي فنانين هذوما باش يغنيو مجانا للنادي الافريقي كل هذوما كل معناتها جات للنادي الافريقي بارك الله فيهم. كي حكينا معاهم معناتها حتى كي جينا نحكيو على الفلوس قالك ما ناخذوش فلوس، قالك احنا باش نعاونوا النادي. دونك هذه تدخل المساهمه المبادره منهم هما بارك الله فيهم، دونك باش يكونوا مجانا. وفوالا دونك يعطيهم الصحه مره اخرى. بداوا يتباعوا لي تيكي هكا ولا زياد؟ بداوا عندنا نهارين توا بداوا لي تيكي. كيفاش الاقبال حكينا؟ والله الحمد لله بون بداية الإقبال بشوي بشوي. بون آخر شهر تو في باريس معاك تعرف، بون لسه أنا في شهرين ما فما الإقبال بدا. اليوم عملنا جورني وباب، معناتها تفرجنا في الماتش مع بعضنا كالعادة. احنا كل جمعة نعملوا جورني نتلموا في دار التونسي لهنا، مشكورين زاد المسؤولين تاع دار التونسي اللي موفرين لنا المقر نتاعهم لهنا بارك الله فيهم. دونك كل جمعة نتفرجوا في الماتشات مع بعضنا. جات الناس لهنا وعندنا اليوم برشا ناس قصت سور بلاس فاكرهم، والاقبال يمشي ويطلع ان شاء الله في ديبي السنه الجايه ان شاء الله. قداش تهز من بلاصه القاعه اللي باش يحتضن الحفل؟ القاعه تهز 800 من بلاصه. قداش تبيعوا لليوم؟ مازال 100 فماش 200؟ فما 170 حسب علمي 170 175 تذكره يعني نهارين. دونك قداش تتوقعوا تدخلوا زياد من الايفينمون هذا؟ والله ندخلوا ما نعرفش، احنا حاطين اوبجيكتيف ان شاء الله يا ربي نحاول ما نطيحوش على الموطور اللي بعث لنا المره الاولى. ان شاء الله باش نعملوا كل ما في وسعنا احنا الى معناتها احنا لليوم معناتها السوشيال هي اكثر ناس عطات في معناتها ساهمت في 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 في, في الكونت نتاع الاف تي اف تيج 103 ملايين هكا 103 ملايين ان شاء الله باذن الله نحاولوا ما نطيحوش على 103 ملايين ولا اكثر من 103 ملايين. حاجه اخرى خويا اسلام، عندنا زاد المراول اللي قاعدين نشوفوا فيهم، قاعدين المريول الكشكول اللي قاعد اللي يخلط غدوه لباريس ان شاء الله، اللي سوسيوس خلات اون اكسكلوزيفيتي باش تبيع هي من دورك الكل. وعندنا زاد خونا هشام الزاهي بارك الله فيه اللي متنا بمية النسخة من كتاب سي لطفي زاهي كادو زاد ان شاء الله باش نعاونوا بهم هذوكم، زاد باش نحطوهم ان شاء الله للبيع. الكتاب نتاع سي لطفي زاهي ممضي من المرحوم لطفي الله يرحمه سي لطفي وابنائه
وان شاء الله زيادة كل شيء مش يكون لدي الكوف معناتها بالنسبه للسوسيوس ما عندها حتى ربح في حتى شيء من اللي بروجي هذوما الكل ان شاء الله. فما حاجه تحب لعبه تعرفها زياد؟ ظهر لي الحفله ذي الفني كان برنامج ظهر لي من اللي وقع انشاء السوسيوس وكانوا الفلوس باش يمشيوا للبنيه التحتيه نتاع الكلوب باش تحسنوا الحديقه كنتوا، لكن ظهر لي الظرف الموبيل كلوب بدلت المعطيات هكا ولا؟ والله كيما انت خويا سلام كنت حاضر في الموسمو اوفيسيال في باريس وكنا مديناك وقتها بالمجموعه من المشاريع اللي كنا باش نعملوهم. الله غالب كي جات حكايه هاكونت هذيا معناتها تبدلت. احنا اليوم سوسيوس معناتها كي نوصل نوفر 200 ولا 300 مليون احنا جو بريفير نحطهم في البنيه التحتيه ما نعطيهمش المشنيحي ولا التجار. يلاه غالب معناتها بكره اخذ على بطل الله غالب يلزم نعطيه توا يلزم نمنعوا هالاكسيون هذيا الناس الكل مشاركين فيها وان شاء الله نحاولوا احنا سوسيوس المره هذه باش نعملوا الاكسيون وان شاء الله من بعد عندنا برشا مشاريع وان شاء الله يا ربي نقدموا وان شاء الله من موقعنا نحاولوا نساهموا كيما قاعد نساهم ولو الحمد لله وبفضل ربي مساهمتنا معناتها كانت فعاله وكبيره في تونس معنا. الحمد لله. اي شنو الجاي زياد؟ قلت لي فما ديزاكسيون اخرين. والله عندنا توا من بعد نكملوا الحفله هذه ان شاء الله وباش نعملوا اسبوع باش نسميوها اسبوع ان شاء الله هذه فكره هي باش نعملوا اسبوع النادي الافريقي باش حسب الفكره الاوليه ان شاء الله مازلنا ندرسوا ان شاء الله بماشيين في التوجه هذا ان باش نعملوا دوره في الاوروب الكل معناتها من فرنسا ونبداو طالعين معناتها باش نعطوا لايطاليا بلجيكا المانيا باش نعملوا اسبوع نسميوه النادي الافريقي كيف ديما يمشي للكونت كو سوسوا تعد الكونت ولا تسكر حتسمعنا في تسكر في اخر ديسمبر مي الفلوس هذيك الكل كي العاده باش تتلم للنادي الافريقي الكل ومش تمشي للخطايا ولا كيفاش تفاعلات مع احمد حبال الكلوب في فرنسا خاصه قلت اليوم عملتوا لما كيفاش تفاعلات نتاعهم مازال اقبال مازال نفس الروح ونفس الموتيفاسيون؟ والله الناس مازال نفس الاقبال وبالعكس الناس تحب تزيد تتعاون والعباد قاعده تتلم والحمد لله كل ما نعملوا نداء باش نتلموا ما شاء الله وفوالا دونك ما عنديش مشكله. الحاجه البلوز امبورتون اللي دار التونسي بارك الله فيه مره اخرى يا جماعه نشكرهم خاطر موفرين لنا قاعه معناتها من مجاميعه كامله معناتها قاعدين نتفرجوا والناس قاعده تجي معناتها ما عنديش مشكله نتاع حد شيء معناتها دونك الناس وين تتكلمهم الناس تحب اللمه سيرتو في باريس تعرف معناتها في اي منطقه في اي كباره دونك واضح. واضح. نخليك عندك اضافه زياد. والله كلمه الختام نشكركم انتم اللي ديما تعطيونا مساحه بارك الله فيكم باش نوصلوا صوتنا. بالنسبه للحفله نحب نعمل نداء للناس الكل الحفله هذه باش تكون عائليه ونداء لكافه الجماهير مش كان جمهور النادي الافريقي وكافه الجاليه العربيه. مكشخين ومكشخين وسواحليه وسفاقسيه يحضروا معناها نورمال. هذه حفله للناس الكل اللي يحب يجي يحضر الحفله مرحبا بيه معناتها حفله صحيح مش تعاون النادي الافريقي اما بالنسبه لنا نحن منظمين الحفله هذه وندعو الناس الكل ما عندناش تفرقه احنا ولاد بلاد هنا في باريس نعيشوا مع بعضنا الناس الكل ماش علاش في فرق ما بين الناس صحيح مرحبا بالناس الكل فما شكون يحب الاسبيرونس فما يحب وليد التونسي فما شكون يحب ليطوال انا مغرور برايان يوسف فماش علاش باش نحرموا ولا باش يحرموا ميساج مزيان على الاخر مرحبا بالناس الكل. واضح يعطيك الصحة زيادة بالعربي الناطق الرسمي باسم سوسيوس النادي الافريقي في باريس اكيد حفل فني باش يكون يوم 15 ديسمبر في عدد الفنانين الاحباء النادي الافريقي والمرابيح الكل باش تمشي للكونت نتاع السي اف تي اف لي تي في خلاص نزاعات النادي الافريقي وبالاخص نزاعات توزكار وبدرجة اقل ابراهيم شناحي. مننا مواصلين في زون ميكس حتى للخمسة نتاع العشية بعد شوية نمشي والاخبار مع زميلتي اسماء المدرب لكن قبل موزيكا وبعد راجعين.